مستوى النجوم الافراد يعني، انا بيتهيالي في اكتر من مواجهه فرديه يعني. حضرتك يمكن اتكلمت في الاول بعد الدخول على لقطه مبابي وهو ماسك كاس العالم وكريستيانو رونالدو وهو ماسك كاس اوروبا، انه المواجهه بين الايقونه كريستيانو رونالدو والايقونه القادمه الخليفه المنتظر. واعتقد كمان ممكن نقول في مواجهه بين بنزيما وبين رفيق الدرب والكفاح وكريستيانو رونالدو، بعد برضه ما كان في نوع من انواع صحيح كانوا زملاء في فريق واحد، لكن برضه كان في الحته دي بينهم دايما والمقارنه دايما. الميديا هي كمان اللي صنعتها والجماهير، لان دايما الوقت ده كان كريستيانو رونالدو كان هو طبعا كريست التورته، وكان هو واخد اللقطه وكان هو النجم الفريق الاوحد. وكان ساعتها الكلام عن كريم بنزيما كان عدد اهدافه معدل اهدافه اقل من دلوقتي، وكان دايما يقال عليه انه مهاجم يفتح المساحات لكريستيانو رونالدو وغير مطلوب منه التهديف، وكان محطوط في بوتقه كده وفي كورنر مش كورنر راس حربه، وكان بيتعرض لانتقادات حتى من جماهير ريال مدريد انفسهم. الحقيقه كريم بنزيما بعد رحيل كريستيانو رونالدو اثبت ان هو مهاجم يعتمد عليه ومهاجم من الطراز الرفيع، وانضم لمنتخب فرنسا بعد سنين طبعاً طويله جدا. اضطر يعني اكبر الاتحاد الفرنسي وديدييه ديشان على استدعائه من جديد، ومش بس لمجرد انه اسم، لا هو فعلا بيقدم مواسم رائعه، كان احد اهم اسباب فوز ريال مدريد بالدوري السنه اللي قبل اللي فاتت بقى، بما ان خلاص السنه دي خلصت لاتلتيكو مدريد. فدي مواجهه اثبات ذات لكريم بنزيما، لانه في مباراه زي دي لما يواجه كريستيانو رونالدو ويخرج كريم بنزيما متالق ومحرز اهداف، لو كمان هو لسه ما سجلش لحد دلوقتي في اليورو بعد الهاله والبروباجندا اللي اتعملت على عودته، فاعتقد دي هتكون مواجهه مهمه جدا. كمان في مواجهه ثانيه في وسط الملعب بين الرفيقين والصديقين برونو فرنانديز وبول بوجبا، الاثنين الزميلين في مانشستر يونايتد. وبرضه الحقيقه قدوم فرنانديز لمانشستر يونايتد كان هيترتب عليه رحيل بول بوجبا او اقتراب بول بوجبا من الرحيل، لانه قيل ان ده خد ادواره، وان كان سولشاير قدر يعمل يعني الهارموني والميكس ما بين الاثنين، ففي بينهم برضه تحدي كده من نوع مختلف. فهي المباراه الحقيقه مليانه تفاصيل، احنا لو قعدنا ندور كده في الارقام انها يكون فيها كره ممتعه النهارده نتمنى. عموما البطوله افرزت على المنتخب، يعني احنا كنا بنتكلم الاول في المقدمات على انه المنتخبات باسمائها وبقدرات نجومها. النهارده بعد واحنا بنفنش دور المجموعات، شايف منتخب كشر عن انيابه؟ شايف منتخب تقول انه قدم عروض تخلينا نقول الفرقه دي او المنتخب ده جاي يحقق لقب بطوله اليورو؟ شوف الفرقه اللي هي او الاداء اللي يخليك تقول وانت مطمن الفرقه دي هتاخد البطوله، لسه ما وصلناش للحته دي. لكن في فريق اقنعك قوي، منتخب ايطاليا، وده برضو اتكلمنا فيه في قبل اليورو ما يبدا، وقلت لك ان في قوه كلاسيكيه راجعه للصوره من جديد مع القوه الاوريدي موجوده، وعلى راسها المنتخب الايطالي، انتظر منه بطوله عظيمه. طبعا اتمنى، بما اني كمان احد مشجعي ايطاليا يعني، فاتمنى ان الاداء والشكل ده يكمل لحد نهايه البطوله، لان مانشيني مدرب تخليك تحترم تجربته جدا، يعني متفق معاك مليون في المية. في ناس كده انت حتى لو ما بتشجعهمش بس بتكون مقدر الشغل اللي عمله ده، راجل غير جلد وتاريخ كروي بتاع بلد كاملة يعني. وحط كمان على كلامك دكتور وليد القماشة اللي معاه، يعني طبعا معهوش السوبر ستارز اللي كنا دايما متعودين الكرة الإيطالية دفاعا وهجوما بتقدمهم لينا، لا الراجل الحقيقة عارف ياخد القماشة ويشتغل عليها ويقدم لنا صورة منتخب محترم جدا بيقدم كرة يعني رائعة بصراحة. ده حقيقي. بعض المنتخبات التانية تسيدت وتصدرت، لكن لسه ما ادتلكش الانطباع ان انا بطل. بلجيكا كسبت الثلاث ماتشات وخدت الفول النقاط الكاملة الفول مارك، لكن لسه ما فيش مواجهات تقيلة تقول لا ممكن. هولندا الحقيقة ظهرت افضل مما انا كنت متوقع وتصدرت برضو بالعلامة الكاملة، لكن لسه ما تقدرش تقول ان هي في المواجهة الكبيرة ممكن تحسب وتكمل. انجلترا ظهرت جيدة وكل شيء، لكن لسه ما قالكش انا منتخب بطل. فرنسا منتظرين النهارده، ممكن فرنسا تورينا بقى وجهها الحقيقي النهارده قدام البرتغال، او العكس يمكن ولا البرتغال النهارده لا هيظهر امتى صحيح لانه في خطوره على فرنسا، يعني النهارده البرتغال لو كسبت والمانيا كسبوا الاثنين هيبقوا ست نقاط، وفرنسا تروح ثالث وتدخل برضه في سكه صعبه وممكن البرتغال، ما البرتغال احنا انت كنت لسه حضرتك بتتكلم برضه في البدايه ان هو منتخب مدجج بالنجوم ومنتخب كبير ومنتخب بطل، ممكن هو اللي يورينا فعلا صوره حامل اللقب، وممكن هو اللي يقول لا انا اللي هاخد البطوله وكريستيانو رونالدو وكاتبته يكسبوا فرنسا وياكدوا ان هم قادرين يكملوا لنهايه المشوار. مين عارف؟
نستعرض مع بعض النقط التحليليه لفرق البطوله بقى، يعني ناخد للارقام مين من من مين اقوى هجوم، مين اقوى دفاع. انت كنت بتكلمني في الفاصل يمكن على ظاهره الاهداف العكسيه في البطوله غريبة دي. جدا يعني غريبه جدا. يعني انا عايز اقول لك ان قبل البطوله دي كان عندنا حوالي 9 اهداف عكسيه في البطوله من 60 سنه. البطوله دي لوحدها على مدار تاريخ بطوله اليورو 9 اهداف عكسيه. البطوله دي لوحدها لحد دلوقتي بهدف النهارده بتاع دوبرافكا الحارس سلوفاكيا في مرماه قدام اسبانيا وصلت لسبع اهداف، يعني قربنا نعادل تاريخ البطوله يعني كله. جولين كمان ونكسر الرقم. الغريب ان ما حصلش ان حارس دخل في مرماه هدف في تاريخ البطوله. في البطوله دي حصلت 3 مرات، هراديكي وتشيزني والنهارده دوبرافكا، فدي حاجه غريبه. اول مره في التاريخ ان اول هدف في اليورو يبقى هدف عكسي بتاع ديميرال لاعب المنتخب التركي في مرماه، برضو دي كانت حاجه غريبه. اول مره اول مره في تاريخ اليورو فريق يسجل في نفسه هدفين في مباراه واحده، عملها منتخب البرتغال قدام منتخب المانيا. اول مره في تاريخ اليورو كمان منتخب يدخل في نفسه هدف عكسي ويستفيد من هدف عكسي لصالحه. منتخب المانيا مات هوملز دخل في نفسه قدام منتخب فرنسا، ونسينا نقول كمان ان هدف من الهدفين بتوع فرنسا كان هدف عكسي، يعني هم احرزوا هدف واحد وقدام منتخب البرتغال استفادوا من هدفين. فالحقيقه حصيله الارقام القياسيه العكسيه دي غريبه جدا. طيب نبدا مع حضراتكم نشوف كده الارقام بتاعه المنتخبات. اقوى خط هجوم طبعا منتخب هولندا، قدم وجه مختلف غير اللي كنا متوقعين. فرانك دي فور كان بيلاقي انتقادات رهيبه في الاعلام الهولندي، لكن حقيقه منتخب هولندا حلو، شكله حلو وشويه شباب ودومفريس يعني دايما هولندا بتقدم كره حلوه في البدايات، وكمان عندهم مدرسه تقديم النجوم دي، يعني دايما من الدوري الهولندي يطلع على مدار التاريخ طبعا اكبر النجوم اللي لعبوا مفرقه لكل اوروبا. صحيح. طبعاً. وفي اوقات كتير جدا باسماء شبه مغموره انديتهم عندها القدره انها توصل يعني لمراكز متقدمه في او مراتب متقدمه في البطولات الاوروبيه. ده حتى من قريب اياكس اعتقد كان وصل قبل نهائي وخرج قدام توتنهام في في مفاجاه. دايما اياكس مع ان الدوله صغيره وعدد سكانها صغير، لكن سبحان الله هم منجم مواهب يعني. صحيح. طيب هولندا اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع. اقوى خط دفاع طبعا عندنا 3 منتخبات لم تستقبل اهداف، ايطاليا وانجلترا والسويد لحد دلوقتي، لان قد يعني تستقبل هدف الله اعلم من ليفاندوفسكي ورفاقه. اكثر معدل استحواذ منتخب اسبانيا، وهذا بقى برضو من ظواهر لان منتخب اسبانيا عمل اعلى استحواذ في تاريخ اليورو في اول مباراه قدام السويد 85% وما حرزش اهداف. وتعادل كمان باستحواذ عظيم جدا قدام بولندا المباراه اللي فاتت، استحواذ سلبي لويس انريكي ومحتاج يراجع قدراته طبعا. واعتقد موراتا ضيع ضربه جزاء في ماتش ضيع ضربه وجابوا هدفين. هو يعني اسبانيا جاي يعني هي بس كان فكره تحويل او اللمسه قبل الاخيره، هم بيستحوذوا وبيعملوا كل حاجه بس بيبقى ناقصهم اللمستين الاسيست والهدف. اوكي. فهي دي مشكله. طيب. الاعلى واكثر معدل تمريرات صحيحه عند اسبانيا برضو. اسبانيا 763 تمريره من 848 ب 90%. تمام. اكثر معدل تصويبات ايطاليا. ايطاليا. تمام. عرضيات. 6 من 18. اكثر معدل عرضيات اسبانيا. من احد الاسلحه زي ما قلت لك هم تيكي تاكا لكن سلبيه، ففي الاخر بيضطروا يعملوا العرض ما بيعرفوش يختاروا. يعني هو ما عندوش الاوراق اللي تعمله تيكي تاكا برشلونه 2009 بقى ما عندوش ده. ما عندوش ده. طيب اضعف خط هجوم طبعا المنتخبات اللي معظمها خيب الامال، لكن في بعض منتخبات الحقيقه لا يعني مثلا منتخب المجر احرز هدف لكن ظهر بشكل افضل ما كنا متوقع. تركيا خيبت الامال تماما. كان الكل متوقع ان ممكن تكون الحصان الاسود. فنلندا اول بطوله كبيره فمقبول طبعا. اسكتلندا برضو مقبول. اسبانيا هو اللي طبعا اللي مش مقبول لكنها خلاص عدت وجابت هدفين النهارده فعدت المرحله بتاعت اضعف خط هجوم. اضعف خط دفاع تركيا استقبلت 8 ومقدونيا الشماليه 8 وروسيا 7 طبعا ارقام سلبيه جدا. اقل معدل استحواذ السويد، وده الحقيقه من ضمن السويد من غير ابره برضو طبعا بتوعان. قوه عنيفة لكن بصراحة. هو طبيعه الحقيقه لعب منتخب السويد كتير هم كده بيقفلوا وبيعملوا هجمات مرتده. ده واحد من اعظم الاهداف اللي سجلت في تاريخ كره القدم كان في ماتش السويد وانجلترا طبعاً. دبل كيك من بره ال 18 في جوهارت اعتقد يعني. من الدور الثالث. صحيح. ده حقيقه صح. ابراهيموفيتش طبعا.
طيب اقل معدل استحواذ، اقل معدل استحواذ قلنا السويد 30، اقل معدل تمريرات، اقل معدل تصويبات على المرمى بقى منتخب المجر سجل يعني صوب 3 بس على المرمى من ضمن 5، ده المتوسط بتاعهم ويعني الى حد ما مقبول بالنسبه للمنتخب. تتفق معايا انه من بعد انتهاء دور المجموعات من بعد ماتشات النهارده تبدا اليورو في نسختها الحقيقيه وتبدا الماتشات ذات سخونه وتبدا المنافسه بين المنتخبات؟ ده المنتظر، في مواجهات هتبقى كبيره في دور ال 16 وفي مواجهات هتبقى طبعا اكبر بقى في دور الثمانيه مع تقدم الادوار، لكن اتوقع ان شاء الله ان المستوى يرتفع اكتر واكتر.